60 من أصول فلسطينية قدمت إلى تونس بعد تهجيرها وتزوجت من رجل تونسي الجنسية. ابتعدت عن وطنها لكنها لم تنسه يوما. ظل حبه يسري في عروقها سريان الكهرباء في الأسياك. أمام نشرات الأخبار التي تعرض صورا لمشاهد مؤلمة ودامية هذه الأيام في شارع الشيخ جراح، دموع تنهمر من عيني جدة دون مسكينة لحول ما يحدث، فتصيح قائلة: يا إلهي يا إلهي، ما هذا الدمار الذي يعانيه أهلي في فلسطين؟ إلى متى؟ إلى متى سيبقى هؤلاء الغزاة القتلة جاثمين على صدر أمتنا؟ اللهم اللهم ارفق بحال أهلي وأخواني في فلسطين. وبينما هي تستنكر ما يحدث وتبتهل إلى الله تعالى، دخلت حفيداتها المفعمات بالنشاط والمثابرة في دراسة منا، هن بلسم روحها وشفاء آلامها. وقد أطلقت عليهن منذ ولادتهن أسماء ذات معاني سامية، فهذه صمود تعشق الرسمة، وهذه أبية تعشق الشعر، وهذه مارحة تعشق الغناء. أحطنها بكل حب مستفسرات للأمر: لا تزالين يا حبيبتي تدرفين الدمع لما يحصل لأهلنا في فلسطين، أنت معذورة والله، فبلدنا بلد الزيتون الشامخ يئن ويتوجع، وعاصمتنا القدس التي تأسست منذ 5000 سنة احتلها الغاصبون وحاول مسح تاريخها الثقافي والحضاري واتخذوا منها عاصمة لهم، بئس ما فعلوا. ولكن يا جدتي، ما لم أفهمه، لماذا يصر المحتل على تدمير شارع الشيخ الجراح بكل هذه القسوة؟ وما الذي يريده؟ إنهم يريدون الاستحواذ على المسجد الأقصى الذي يقع شرق مدينة القدس في البلدة القديمة، ويتكون من عدة أبنية ويشمل كل من قبة الصخرة والجامع القبلي. وقد صلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد بالأنبياء المبعوثين قبله ركعتين في حادثة الإسراء. يا جدتي، لقد حفظنا في المدرسة شعرا عن فلسطين الحبيبة، اسمعي: بكيت حتى سهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، ركعت حتى ملل الركوع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع. يا قدس، يا مدينة تفوق أنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء، يا قدس، يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عينيك يا مدينة البيتول، يا واحة ضليلة مر بها الرسول، حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع، يا قدس يا حبيبتي، غدا سيزهر الليمون، وتفرح السنابل الخضراء والزيتون، وتفرح العيون، ويجمع الأطفال يلعبون، وتلتقي الآباء والبنون على ربيك الزاهرة، يا بلدي يا بلد السلام والزيتون. وكأنها المغارة عن بابا مليئة بالكنوز، وتقدم علم فلسطين لجدتها قائلة: ما أجمل علم فلسطين، مهما حاول العدو طمسه فسيظل شامخا مرفرفا. أتعلمون رمزية هذه الألوان؟ لقد أجريت بحثا عنها، اسمعوا:
الأسود يرمز إلى الراية السوداء التي إن الأسود يرمز إلى الراية السوداء التي كانت ترفع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جنبا إلى جنب الراية البيضاء، وهو يعني أيضا الحزن والبكاء الذي يعلو وجوه الأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم، ويعني الليل المظلم الذي يرف آفاق الوطن الجريح. أما الأبيض فهو يرمز إلى المحبة والسلام، وهي رسالة الأنبياء المبعوثين على أرض فلسطين. أما الأخضر فهو يرمز إلى ربوع وسهول أرض فلسطين الحبيبة، وهو يعني النماء والخير والبركة. وهذه الأرض القاحلة التي أحرقها العدو ستعود مرة أخرى فرحا بالربيع الجميل. أما الأحمر فهو يرمز إلى الدم، ويعني الشهادة والتضحية في سبيل الوطن. Thank you.
فأوصيكم خيرا بفلسطين فلا تنسونها. وتهتف الفتيات في آن واحد: دمنا فلسطين فكيف ننساها؟ وأوصيكم أيضا بتونس فلا تسمحنا لأحد أن يسرق الوطن. وكيف يسرق الوطن يا جدتي؟ وأين سنذهب نحن إذا سرق الوطن؟ يسرق الوطن يا عزيزتي من قبل سياسي خائن أو عامل متكاسل أو تلميذ متقاعس. ازرعوا الأمل في عروقكن وروح المقاومة فتجتهدون وتقاومون الظلم فبذلك تعلو الأوطان. صابرون صابرون لا نهاب الموت لا نخشى المحن. صابرون صابرون في وجه كل أعداء الوطن. صابرون صابرون لا نهاب الموت لا نخشى المحن. صابرون صابرون في وجه كل أعداء الوطن. أرواحنا في دور أريحة.